بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك طفلك ما معنى الله أكبر وإلى أي حد الله كبير فبما نجيبه؟ أهلنا الأعزاء، إن هذا السؤال يدل على أن أبناءنا يبحثون عن الحقيقة، وهذا أمر يشجعون عليه. من الأفضل أن نجيب عن هذا السؤال بعدد من الأسئلة، فنقول لابننا مثلا: إذا سألتك هل الله كبير ككبر الكرة الأرضية؟ سيجيب طبعا لا، إنه أكبر. هل الله كبير ككبر الشمس؟ سيجيب طبعا لا، لأنه أكبر. هل الله كبير ككبر المجرات في الكون؟ سيجيب طبعا لا، لأنه أكبر. إذن إن الله أكبر مما نتخيل، ونحن لا نستطيع أن نحدد مقدار هذا الكبر. كلما ذكرنا شيئا سنقول أن الله أكبر، ولن يستطيع ذهننا الصغير أن يحدد إلى أي حد الله كبير، لكن يمكننا أن نرى علامات هذا الكبر في كل مكان حولنا. فهو كبير لدرجة أنه خلق بسهولة كل هذه الجبال الكبيرة. هو كبير لدرجة يحرك ببساطة هذه الكرة الأرضية الكبيرة جدا. هو كبير لدرجة خلق بسهولة هذا الكون العظيم المليء بمليارات النجوم. نقرأ في القرآن الكريم في سورة سبأ: وهو العلي الكبير. إذن إن الله كبير، وعلامات أنه كبير تذهلنا في هذا الكون الكبير. مع محبتي ودعائي، وإلى لقاء قريب.